في سؤال للاستاذ خالد الجرنداني. في احد الزملاء بيسال بيقول هل هناك نيه لمجلس الاداره للاستفاده من وجود حسام غالي في المرحله اللي جايه؟ والله حضرتك شايف. طبعا النادي الاهلي عمره ما بيستغنى عن خدمات ابنائه سواء جوه الملعب او خارج الملعب، ولكن دي لسه لم يتخذ فيها قرار. طبعا مش قراري انا ولا ده قرارات الاداره ولجنه الكوره، وطبعا كابتن حسام انا عارف ان دي لسه عنده كتير زي ما كان لسه عنده العطاء داخل الملعب، بس هو استعجل شويه، وانا متاكد ان شاء الله انه هيكون له دور كبير، لان حسام غالي الحقيقه شرف النادي الاهلي وشرف مصر خارج مصر المحترم بالخارج، فباذن الله كده يكون له دور هيتحدد بقى طبعا مع مجلس